التركيز بيتجه للعضويه العامه ولا موزعه ما بين التجمع والشيخ زايد والعامه؟ لا والله طبعا يعني بحكم السكن وبحكم ان التجمعات الجديده، لا طبعا الشيخ زايد عليه طلب متزايد جدا بحكم ان هو كمان النادي قائم والناس شايفه قدامها. الناس عايزه تجور الباشمهندس عادل. كبيره جدا. الناس عايزه تجور الباشمهندس عادل. هو كان في التجمع بس ما اعرفش ايه اللي خلاه يهرب. خلى الناس راحوا التجمع وسابهم وجه الشيخ زايد. بالصدفه الشديده استاذ ابراهيم فوجئت محرم، كنت عنده يوم وحد صاحبه بيبيع وحده على سور النادي الاهلي، وانا طول عمري اقول ازاي فاتتني ان انا احجز حاجه. بس هاخد من حضرتك، بص حضرتك بتقول يا كابتن عدلي على سور النادي الاهلي. اه النادي الاهلي بيعمل كهنات سكانيه وبيقوم المنطقه. يعني لو حضرتك تفتكر، فاكر عم حسين الله يرحمه المصورات الشهيره؟ آه يعني حسين حنفي. طبعا الراجل ده راح صور النادي الاهلي في مدينه، فرع مدينه نصر قبل ما يقام. المكان ده كان صح. يعني اسف، كان مكان للناس بترمي فيه رتش المباني هناك. وكان سعر المتر ساعتها كان جنيه واحد بس. وده انا القصه دي انا عرفتها في احدى المحاضرات للمطورين العقاريين، وكان راجل اهلاوي فبيتكلم النادي الاهلي بيعمل ايه لما بيروح مكان. اصبح هو العنوان بتاع مدينه. اول ما النادي الاهلي شال الرمل والتراب ده، المتر نط من جنيه ل 100 جنيه. لما النادي الاهلي حط حجر الاساس، متر الارض نط من 100 جنيه ل 1000 جنيه. بص مدينه نصر عن النادي الاهلي النهارده بقت عامله ازاي. نفس القصه في الشيخ زايد. الشيخ زايد كان الكومباوند اللي في ظهر النادي الاهلي كان يعني ماشي لكن مش بنفس القوة، وكان في مجموعة مشاريع ما كانتش قايمة، يعني كانت معطلة. لما المجلس السابق افتتح في مارس 2015 الشيخ زايد، المرحلة الأولى في الشيخ زايد، اتنقلت الشيخ زايد المنطقة السكانية، وكانت الناس ساعات لو تفتكر أيام مجلس كابتن حسن في 2004 وكنت أنا أتشرف إن أنا عضو في المجلس ده، كانت الناس تقول لك أنتوا نقلتوا من عند مول العرب ووديتوا في آخر زايد، ده بره، ده بره التجمعات السكانية. بالظبط كده. حضرتك خدت كل الظهير الصحراوي ومدينة سفنكس الجديدة، ده بالصدفة لأن نية النادي الأهلي دايما سليمة الحمد لله. صحيح. فالنهاردة لما تبص على المنطقة دي اتقام عليها ازاي كمية مشاريع وزايد الجديدة وسفنكس، نفس القصة. النهاردة التجمع يمكن في منطقة بيت الوطن بتتباع على حس النادي الأهلي، مفيش حاجة تانية بتتباع على حسها خالص. بالعنوان في أحد الناس اتكلم وربط مشروعه بالنادي الأهلي، وده كان وضع حجر الأساس. بالظبط بالظبط. في ناس دلوقتي بتستغل دي وتقول لك احنا يعني ما انت ممكن تقول انا جنب بيت وطن بس ما تحطش شعار النادي وكانك جزء من. بالظبط كده بالظبط كده. وده لكن قصدي اقول لحضرتك النادي الاهلي دايما بيعمل نقله نوعيه لاي مكان بيؤسس فيه لفرع جديد.